حياكم الله مشاهدي شاشة تلفزيون قطر في حلقة جديدة، ويا رب تكون سعيدة والأجواء حلوة اليوم ورايقة، وإن شاء الله أن احنا مقبلين على أمطار أيضا، وأجواء الدوحة جميلة بوجود أهلها سواء كانوا مسافرين أو فيها. فصباح الخير على زميلتي حنان اللي من زمان ما شفتها. صباح الورد محمد، أنا من أول أسبوع موجودة بس أنت ما كنت موجود. عادي. صباح الخير مشاهدينا الكرام، احنا نلتقي معاكم في حلقه جديده بمواضيع جديده وضيوف جداد. اليوم اتمنى فعلا انها تنال على اعجابكم، راح نشكل لكم وننوع معاكم حلقتنا لليوم. راح نسافر وين؟ وين بنروح؟ وين بتودينا؟ ممكن ان انت تكون قاعد زين وتسافر بعقلك. حلو. وتسافر بخيالك. انت وين تحب تسافر؟ انا كل مكان ممكن ياثر علي، لان اليوم وايد ناس تحب السفر، لكن العبره الشخص نفسه إذا حب يسافر لمكان ما تكون همه بس تذكرة سفر أو المكان اللي بيسكن فيه. في جملة تقولها شمسة تبريزي، تقول الأهم من سفر المكان سفر الوجدان بداخلك، فما نفع تبديل الأماكن وأنت أنت. يعني شو الفايدة وأنت تبدل مكانك وتروح من بلد لبلد وأنت تبقى مثل ما أنت؟ ما تستفيد. صح. يعني إحنا الغالبية اليوم نلاحظهم يمكن يتبعون المشاهير وين ما سافروا يبون يروحون، لكن هل هم استفادوا من هذه السفرات؟ هل فعلا غيروا من زادوا من ثقافتهم، غيروا من سلوكياتهم او الى اخره؟ لا. في شغله حلوه لما تسافر بعقلك. يعني انا عن نفسي انا اسافر مع كل كتاب اقراه. حلو. فممكن الكتب اللي احنا نقراها تاخذنا لي واقع او لمكان احنا ما رحنا له اساسا. بالتاكيد في الروايات انت تسافر مع الكاتب، ايضا في كتب علم النفس انت تسافر في النفس البشريه. صح. مع الكاتب تاخذك على دنيا ثانيه. فعلا تتخيل وكانك انت عايش معه في زمانه. فاليوم لما الكل يروح لتركيا، لندن، بلدان، حتى الحين على ميكونوس، يعني وايد نشوف الاغلبيه يجتمعون في مكان واحد. طيب ليش نشوف ان الكل قاعد يعيش في نفس الأماكن؟ ليش ما أنا أكون مختلف أروح مكان يشبهني؟ هني يفرق لما أنا أتبع الكل وأمر ما راح يضيف لي شيء، وبين أن أنا أتبع ما أنا أرغب فيه. بالتأكيد. مو بس يعني خلينا نتكلم عن رحلات الهايكينج، بما أن إحنا بيكون معنا ضيف في هذا المجال. رحلات الهايكينج لما تروح في القرى والصعوبات اللي تواجهك والمشقة اللي تواجهك، وتتعرف على ثقافات مختلفة تماماً، سواء في الأكل، في اللبس، في التفكير، في اللغة، تشوف الدنيا والعالم من جانب آخر، مو من زاويتك أنت المحدودة. بعد كذا رحلة تحس أن أنت تشوف العالم من فوق، تسلط الضوء مو من الزاوية اللي أنت كنت تشوف منها. فعلاً. علشان أيضاً إحنا نختم هالموضوع، وإن شاء الله بيشرفنا ضيفنا عشان نتكلم عن الهايكينج، وحنان أم محمد بعد تحب هالمجال. أكيد. آخر سفرة متى كانت؟ كانت في شهر 5 بعد عيد الفطر. وفي ترتيب إن شاء الله جاي بعد؟ أكيد إن شاء الله. حلو الواحد ما يوقف يعني، والإنسان يكتشف غيره الإنسان لما يسافر معاه، وبنفس الوقت أنتقل لبلد آخر أتعرف على ثقافتها، الجانب اللي أنا مهتم له في هالبلد، مش بس الهم قهوة يعني قهوة أشربها، الفكرة اللي بتنضاف لي في المقابل. لكن نروح بالنسبة لأخبارنا المحلية، ونبتدي من جريدة الوطن وضوابط مشددة لجمع التبرعات الخيرية، حيث أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية عن هذه الضوابط في جمع التبرعات، وتنوه إلى أن جمع أو تلقي أو صرف تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو لحساب منظمة غير هادفة للربح أو أفراد داخل أو خارج الدولة بالمخالفة لأحكام القانون يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وحذرت الهيئة في وقت سابق من الرسائل وطلبات التبرع غير المرخصة والموثوقة، وهذا ما يجعل المتبرعين عرضة للاحتيال وضياع أموالهم، وتنوه بضرورة الحذر من هذه الرسائل والتبرع فقط عبر الجهات المرخصة من الهيئة، حيث يوضع الترخيص في الأماكن المخصصة في ذلك للتبرعات. يعني ممكن رسالة جينا أو كل من يطلب منا المساعدة نلبيها، نتأكد من مصدرها. بالتأكيد. وهناك كثير من هذه الرسائل كانت
هكر حق تليفونات وايد ناس انا اعرفهم. صح توهقوا فيها. توهقوا فيها، يبي يسوي خير بس الخير انقلب عليه. ننتقل الى جريده الشرق محمد المضاحكه، هدفنا الاحتكاك واكتساب الخبرات بأولمبيات الشطرنج. تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج إلى الهند اليوم، وذلك للمشاركة في الأولمبيات العالمية في نسختها 44 الذي سينطلق غدا ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل بمدينة تيشيناي. وأكد محمد المضاحكة رئيس الاتحاد القطري للشطرنج أن المنتخب حريص على التواجد في الأولمبيات منذ عام 1986، وسبق له أن شارك كلاعب في 15 مناسبة بداية من عام 1988 حتى 2016. للأمانة احنا فعلا نفتخر بشبابنا اللي لهم إنجاز، تركوا بصمة حلوة في مجال الرياضة وفي كل المجالات. يعني اليوم من ما يعرف محمد المضاحكة بطل الشطرنج حقق الكثير من الجوائز العالمية. وحلو لما أنت تبرز في مجالك، لما نشوف الكل يتجه لكرة القدم فأنت تشوف شيء ثاني من الرياضة وتبرز فيه. يعني نفس معتز برشم مثال، حابة تقولين شيء؟ لا بس معتز برشم يعني عنده الكلام يوقف. صح، يعني حلو أن أنت اسمك يكون علم لرياضة معينة. لكن نروح لمتاحف قطر، وخبر يقول يعني عن متاحف قطر تسلط الضوء على تاريخ الذهب الأسود، حيث تنظم متاحف قطر بداية من منتصف الشهر المقبل برنامج يحتوي على جولات إرشادية في صالة اكتشاف النفط في متحف قطر الوطني للتعرف على تاريخ اكتشاف الذهب الأسود وتأثيره على الحياة في قطر. ومن المتوقع أن يضم البرنامج 4 جولات، من ضمنها برنامجين باللغة العربية ستكونان يومي 15 و22 المقبل، بينما سيتم تنظيم جولتين باللغة الإنجليزية يوم 17 و24 من شهر 8 المقبل. فنقول الله يقويهم في متاحف قطر على هذا الفن الراقي اللي يقدمونه. للأمانة أنشطتهم وفعالياتهم على مدار السنة. ننتقل إلى جريدة العرب بمشاركة حوالي 290 طالبا وطالبة معهد الدوحة الدولي، الدوحة الدولي لا معهد الدوحة للدراسات العليا ينظم اليوم التعريفي للطلبة. نظمت إدارة القبول والتسجيل والخدمات الطلابية في معهد الدوحة للدراسات العليا أمس يوما تعريفيا للترحيب بالفوج الثامن من الطلبة المقبولين في برامج الماجستير بالمعهد للعام الأكاديمي 2022-2023، حيث شارك في اللقاء حوالي 290 طالبا وطالبة تم قبولهم للدراسة في المعهد من أصل أكثر من 11,000 طلب قبول من مختلف بلدان العربية والأجنبية. وتصدر الطلبة القطريون أعداد المقبولين لهذا العام، حيث بلغ عددهم في برامج المعهد المختلفة 102 طالب وطالبة بنسبة 35% من إجمالي الطلبة المقبولين، بجانب قبول طلاب من مختلف البلدان العربية وبعض الدول الأجنبية. والله حلو، يعني نحن نشوف الشباب في قطر يسعون أن يكملون الماستر، ولكن في قطر مش في الخارج. أي عندك وايد من الجامعات اليوم تقدر تقدم عليها للدراسات العليا، تحديدا عندك جامعة حمد بن خليفة، عندك معهد الدوحة للدراسات العليا، بالإضافة إلى جامعة قطر، غير الجامعات الأخرى عن طريق الأونلاين، وأيضا على اللي هو QF مؤسسة قطر. الله يقويهم جميعا. ونختم أخبارنا من خلال كأس العالم وخبر من جريدة لوسيل، كأس العالم فيفا قطر تقول بأن 2022 يكتشف أيضا عن مقرات ومعسكرات وتدريبات ومنتخبات المونديال، حيث كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس عن مقر لإقامة المعسكرات والتدريبات للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 اللي راح تنطلق يوم 21 نوفمبر وراح تختتم في 18 ديسمبر المقبل. وأكد الفيفا أن بيان له أن عملية اختيار المعسكرات للمنتخبات المشاركة في البطولة انطلقت في أكتوبر من العام 2019 بتنظيم 162 زيارة تفقدية لاختيار مقرات المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022.
الله يعطيهم العافية، جهود جبارة. والجميل أن في إحدى المنتخبات بتدربون في جامعة قطر، وهاي الشيء حلو أن إحنا نستغل حتى منشآت التعليمية أيضا في مثل هذه البطولات، يتم تفريغها للمشاركين فيها. مشاركين فيها صح. أنا عندي تقرير، والتقرير وايد حلو محمد. وين؟ عن بوديك اليوم بنسافر بوديك أندونيسيا. 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 عاد بلد حلو ترى. وايد طبيعتها جدا جميلة. صح. والشعب لطيف وبسيط. في حالة. في حالة. لكن هذا التقرير راح يتكلم عن مدرسة، ومو بأي مدرسة، هي مدرسة للصم. خلنا نشوف. تعد المدارس الداخلية الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من الحياة في إندونيسيا، حيث يقيم حوالي 4 ملايين طالب في 27,000 مؤسسة في جميع أنحاء البلاد وفقاً لوزارة الشؤون الدينية. وقد أنشأ شاب بالغ من العمر 48 عاماً مدرسة داخلية إسلامية للأطفال الصم، تقع في حي هادئ على مشارف مدينة يوجياكارتا الإندونيسية في أواخر العام 2019، بعد تعرفه على العديد من الصم وإدراكه أنهم لا يستطيعون الوصول إلى التعليم الإسلامي. تعد هذه المدرسة واحدة من عدد قليل من المدارس التي تقدم التعليم الديني للطلاب الصم في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم. وتستضيف المدرسة اليوم 115 شاباً وفتاة من الصم من جميع أنحاء المنطقة، يتشاركون حلمهم في أن يصبحوا من حفظة القرآن عن ظهر قلب. تقرير جداً جميل. اللهم اجعلنا واجعل ذريتنا من حفظة كتابك يا رب، واحفظ عيالنا من كل شر ومن شر الأمراض خاصة. إحنا اليوم يمكن هذا الموضوع تكلمنا فيه كثير من خلال برنامج في الضحى، لكن انتشاره بشكل كبير يحد، يعني يخلينا أن إحنا نطرحه مرة ثانية وثالثة ورابعة، لأن موضوع الربو والأمراض التنفسية والصدرية هذه أمراض جدا منتشرة وما تخص فئة عمرية معينة، هي تجي حق كل الأفراد أو كل الفئات العمرية يشتكون من هذا المرض. راح نتكلم أكثر عن أمراض الربو وأيضا عن النوم يا محمد مع الدكتور. دكتورنا اليوم غسان الصواف، استشاري أمراض صدرية وتنفس. حسان، أنا آسفة، صواف استشاري أمراض صدرية وتنفسية. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. مرات عليكم السلام. مرات النادي الواحد باسم العائلة صحيح؟ اي. حياك الله دكتور حسان الصواف، أشرفنا. يعني أنت أيضا استشاري أمراض صدرية وتنفسية وأيضا أمراض النوم. تماما. طيب نتكلم عن مرض الربو. نعم. للأشخاص اللي يجهلون مفهومه، يعني نعم، غير المصابين فيه أو الأشخاص المعرضين له. نعم. أول شيء الربو منتشر جداً، شائع الوجود حول العالم، تقدر نسبة إصابته من 5 لأحيان تصل 20% من نسبة السكان، فهي نسبة عادة مرتفعة. عادة يظهر بسن الطفولة، لكن ممكن يظهر في كل الأعمار حتى سن الكهولة وأكثر من ذلك. هو عبارة عن تضيق في ضيق في النفس، صعوبة في التنفس، صفير في الصدر، يصيب الأشخاص فجأة بشكل نواب، تأتي نوبة حادة ثم تتلاشى بالتدريج. أحيانا تكون نوبة شديدة ومستمرة
تستدعي إجراءات طبية وأحيانا الدخول إلى المستشفى. وأهم أعراض هو تضيق في الضيق في النفس، سوء في التنفس، وصفير في الصدر. دكتور، نلاقي بعض الأمراض التنفسية يصادف يعني يكون معاها نوع من الحساسية، يعني نعم. اللي عنده ربو لازم يكون عنده اكزيما، نعم. هل هذا صحيح؟ تماماً 100%. ليس لازماً، ولكن خلينا نقول الغالبية، يمكن الغالبية أو المظلة الكبيرة هي التحسس. أما مرض التحسس هو عبارة عن مرض يصيب عدة أجزاء في جسم، من الجلد وبتظاهر بطفح في الجلد أو حكة أو حساسية الجلد، احيانا حساسيه في العيون، تلاقي بالربيع تحمر العيون وتصبح محمره وكثيره الدمع، احيانا حساسيه في الانف مع تعطيس متكرر وانسداد في الانف وسيلان في الانف، احيانا حساسيه في الحنجره وسعال. فهي هذا المظله الكبيره، من ضمن هالمظله نجد منهم مرض الربو الذي قد يكون معزولا او مترافق مع مجموعه من هذه الأمراض. طيب، إذا ناخذها على مستوى النوم أيضا، لأن في ناس تعاني من النوم، غير الواحد ما يقدر ينام، احنا نتكلم لما نربطها بأمراض إذا كان مصاب فيها، فإيش كثر يؤدي الربو لعدم النوم بالنسبة للشخص نفسه؟ تماما، هنتكلم حساسية عامة، ماذا يؤثر على النوم؟ الحساسية ممكن تجعل النوم أرق ومتقطع وصعب. إذا كان إنسان مصاب أحيانا بتحسس أنفي وانسداد في الأنف فيشعر بانزعاج أثناء النوم، أو انسداد في الأنف أو تحسس علف يسموه تحسس العلفي، فبيكون أنفه مسدود أثناء الليل فيشعر فيه صعوبة فيستيقظ عدة مرات. أحيانا يصاب بنوبات الربو، ونوبات الربو الليلية توقظ المريض، يستيقظ فجأة على صعوبة في التنفس وضيق في التنفس، خاصة الأطفال. الشخير في الموضوع أيضا لا علاقة. هاي مبدأ يعني، لا هلا الشخير هو موضوع ثاني. موضوع الشخير هو الشخير يؤثر على النوم طبعا، ويؤدي إلى تقطع في النوم واضطراب شديد في النوم. هذا مشكلة كبيرة. لكن إذا أخذنا أمراض التحسس، عدة أمراض في التحسس تؤدي إلى تقطع النوم وأرق في النوم، والإنسان يستيقظ في اليوم التالي متعب مرهق لا يستطيع أن يعمل، أو الأطفال تتأثر دراستهم أثناء النهار لا يستوعبون الدروس لأنهم أثناء الليل ما أخذوا الكفاية من النوم وكان نومه متقطع. دكتور، دائما أمراض الربو نقول مع تقلبات الجو، بالذات في الشتاء الحر والبرد، الأجواء من مكان دافي لين مكان بارد، لكن يمكن أنا لأن عندي طفل يعاني من الربو ألاقيه مع ارتفاع نسبة الرطوبة أيضاً يتعب، فهل هذا صحيح؟ يعني 100%. يعني أنا دائماً أشوفه لما الرطوبة تكون وايد عالية وهو يكون صدره تعبان، ينزعج صدره أكثر. أيوة، نعم. مرض الربو أحد الأشياء المؤثرة جداً فيه هي العوامل البيئية. العوامل البيئية إما الرطوبة أو الجفاف أو عوامل النباتية، وقت يكون في عنا غبار طلع والأشياء هاي، أو غبار في العاصفة غبارية. هلا في جزء كبير من مرضى الربو يكون الرطوبة عامل مسيء للربو عندهم، بيسبب لهم تكرار النواب عندهم، هذا جزء كبير. ولكن في جزء أيضا يشعر براحة أثناء الرطوبة، ولكن الجو الجاف يزعجه أكثر، لكن الأغلبية الرطوبة تزعجهم. هلا ما يحدث في الصيف لمرضى الربو هو تنقل من البارد الى الدافئ او الرطب خارج المنازل او خارج الاماكن المغلقه، فهذا اختلاف الرطوبه اختلاف الحراره المكيفات تؤدي الى تكرار النواب عندهم. اثناء الصيف ايضا ما يحدث كثيرا ما يحدث، وخاصه هنا مثلا انسان سافر طلع باجازه بالصيف الى اوروبا، اوروبا شجر وسرو وزيتون والى اخره، هي كلها محسسات اضافيه، فيكون وضعه مستقر هنا، يذهب إلى الإجازة تبدأ الأطفال أو المصابين بالربو بحدوث نواب ربو عندهم بسبب تعرضهم أيضا للغبار الطلع وما يتعلق بالنباتات. استخدام، معلش محمد، عادي اشتغل. استخدام البخاخات، يعني هل أنا صرت أشتري من الصيدلية، يمكن هذا يكون الشيء خاطئ لأني أنا لأحدد الجرعات. استخدام البخاخات أكثر من اللازم، هو يبي يرتاح، هو طفل، هو يبي يرتاح، فما بتقول له بخ بخة واحدة، بيقول لك إيه بس أنا حطيت اثنين أو ثلاثة، هذا له تأثير؟ طبعا ما في شك، إذا كان كثير الاستخدام مفرط
فطبعا اي شيء زياده فيه تؤدي الى بعض الاثار الجانبيه. لكن نحن هلا الطب الحديث نوجه الاهل ونوجه المريض نفسه اذا كان وعيه جيد كيفيه هو يكون حكيم نفسه، يعني بالوقت المناسب ياخذ، بيعرف امتى لازم ياخذ البخاخ تبعه، امتى بياخذ بخه او بختين. من يحدد؟ نحن بنعلم طبعا نعطيه خطه، نحن يمشي على خريطه الطريق. أي. انه انت حتكون حكيم نفسك خلال الفتره وبتكتب لنا شو عم يصير، بيكتب لنا شو اللي عم يصير معه. أي. كثير من المرضى مثل ما تفضلتي هن بصيروا بيعرف امتى لازم ياخذ البخه والبختين وكذا، لكن ضمن خطه موضوعه بين الطبيب وبين طبيب. الاهل او بين المريض نفسه. انا اصلا كنت بسال عن موضوع البخاخات من شوي، لكن في ناس تستخدمها وهي مش مصابه بالربو، فعشان تتفادى ان هي تطيح في امراض اللي هي تنفسيه، ايش رايك في هالناس اللي ممكن تستخدم هاي؟ جهز الدواء قبل الفلعه. صح. حلو المثال. الحقيقه هو طبعا هي البخاخات لا تستخدم فقط لامراض الربو. أيوة. وانما تستخدم ايضا لبعض الامراض التنفسيه الاخرى. صح. مثل الامراض الناجمه عن التدخين وعن الامراض التنفسيه الاخرى. هلا انه نستخدمه انه بشان ما يصير المريض عنده ربو، هذا طبعا خطا. يعني ما هذا دواء، بس وقايه من امراض تنفسيه. لكن ممكن بعض الامراض الاخرى تحتاج الواحد ياخذ البخاخات. أي بس انه والله انا بدي استخدمه، انا شفت والله ابن عمي او صديقي عنده ربو، انا مشان ما يصير عندي ربو بدي استخدمه. لا، هذا خطا حتما 100%. فالمفروض ما يستخدم الا اذا في مؤكدات تثبت انه هو عنده ربو او امراض تنفسيه اخرى. نعم. دكتور، انا عندي صديقه ما تعطي ولدها حبوب الكورتيزون مع انه هو عنده ربو مزمن، ما تعطيه حبوب او شراب الكورتيزون، تقول لا بيمتن. زين، شلون بتعالجينه؟ هل انت استشرتي الطبيب؟ هل هذا له فعلا علاقه بالسمنه الكورتيزون؟ نعم. هلا اذا اخذنا جزئيه يمتن، اي ممكن يمتن. خلي يمتن اذا اخذنا هالجزئيه هي. أوكي. مثل لا تقربوا الصلاه، اذا حولك جزئيه بطل يصلي. لا، وانتم سكارى يعني. مالتها. هلا الكورتيزون طبعا احنا نضطر للاسف استخدامه. هو دواء جيد جدا لكن له بعض التاثيرات الجانبيه. لكن شو حاجك له؟ الاصابه الشديده. اذا الاصابه شديده ولم تستجيب للعلاجات الاخرى، احيانا نعطي الكورتيزون بقدر ضمن برنامج محدد بحيث انه يستفيد منه. إيه؟ ونتقي الاثار الجانبيه تبعه. ولكن ابشر صديقتك والمصابين بالربو الشديد بظهور علاجات حديثة جدا للربو ليس فيها من ضمنها الكورتيزون، ونسبة الشفاء، نسبة التحسن عالية جدا والاستجابة عالية جدا، والعلاجات صارت متوفرة الحمد لله في كل مكان، موجودة في قطر. زين، الحمد لله. نعم. اللهم لك الحمد. نعم. يعني كل واحد بتوفر استخدام الكورتيزون الحبوب أسرع. منك على الحبوب طبعا، لكن البخاخات فيها كورتيزون لكن غير مؤذي. نعم. طيب، شلون أنا أتفادى اليوم أني أنا أصاب بأمراض تنفسية، اني انا احل مشكله التقطع في النوم اذا كانت موجوده، وبعيد الشر عشان ما انتقل لمرحله الربو فيما بعد؟ هلا الربو هو مرض يغلب فيه الصفه الوراثيه، يعني وقت تلاقي طفل او مصاب بالربو بدك تبحث بالعائله. قد يكون من طرف والدته، من طرف والده. أي. اخواله، اعمامه، كذا، الا ما يلتقى حدا مصاب اما بربو او بواحد من امراض التحسس. فمرات ما لها، فهدول نحن ما في مجال للوقايه، وانما منخفف من حدة المرض. حلو. تمام. لكن الأمراض التنفسية الأخرى هي ممكن الوقاية منها، اللي ناجمة عن التلوث وعن التدخين وعن الأشياء الأخرى وعن الأشياء البيئية المرتبطة بالمهن والعمل، ممكن الوقاية منها باستخدام بعض الأمور الوقائية. حتى التدخين السلبي اللي لما غير يدخن فأنا أتأثر منه. طبعاً. لذلك أغلب مؤسسات دولة حول العالم وبما فيها قطر منعت التدخين في أماكن العمل، حتى يعني تجنب نفس الشخص واللي حوله من الأذى الناجم أو ضرر ناجم عن الدخان. بس نعم. عموما دكتور، الجو بشكل عام في العالم كله فيه نسبة التلوث عالية. نعم. يعني صعب أني أنا أسوي هذا الكنترول، وغير كذي جايين على كورونا وعلى الـ H1 والN1، فهذه أصلا هذه أمراض شائعة. أتوقع ان بتغيير نظام الحياه بشكل عام، يمكن لان نظام حياتنا تغيرت. لو بنرجع للسابق بنلاقي ابائنا واجدادنا كانوا صحيين اكثر بالحركه، بالتغذيه، بالنوم السليم، في اوقات النوم اللي الانسان فعلا يجدد خلاياه.
ما أدري إذا أنت كنت تفهم. الزمن الماضي طبعاً إنه النوم كان سليم أكثر، الأسباب تؤدي لليقظة كانت أقل بكثير، ينتهي اليوم عند العشاء بيروح الإنسان بينام كذا، تلوث أقل، لكن كمان كان عندهم إصابات، أكيد كان عندهم ربو، أكيد عندهم هذا، لكن ليست بحدة الوضع. نحن يجب أن نعيش، هذا واقعنا، حيكون في تلوث، وين ما رحتي حيكون في تلوث، وين ما رحتي حيكون كورونا، نحن نعيش تعايشنا معها خلاص، صارت صديقة، صارت خلاص يعني ضمن الحياة اليومية. الآن يعني خفت حدتها طبعا، ممكن تؤثر على الربو، يعني هي واحدة من العوامل التي أحيانا توقظ الربو صح، وتسبب بعض الهجمات الإضافية حل من الربو. قبل الله نختم معاك ناخذ هالنقطة، اليوم مصابين بكورونا، يعني في منهم اللي تصادف مع الكورونا وبنفس الوقت جات له عنده أمراض تنفسية وعنده أمراض اللي هي غير الصدرية الربو، فأثر عليهم بالسلب أكثر وامتد المرض معاهم على مدار الشهور، صحيح؟ 100%. في كثير من المرضى بيقول لك أنا ما عندي ربو، بعدين تبحث بيقول لك والله أنا كان عندي ربو وقت كنت طفل، كورونا واختفى الربو، من وقت ما انصبت بكورونا صار في عندي ضيق في النفس وصفير في الصدر وصار في عندي نوبات شدت. اذا اجى الكورونا ايقظ الربو اللي كان نايم، طبعا ما بيطيب الربو انما بينام، فايقظ الربو هذا، صار له 5 سنين 10 سنين غير مصاب بربو نهائيا، ايقظه الكورونا، وهو من العوامل التي توقظ هذا الشيء، هذا الربو. لذلك في علاجات إضافية لمرضى الكورونا اللي كان عندهم إصابات تنفسية بتخفف من حدة الإصابة التنفسية. نرجع حق إصابة الربو والتغذية. التغذية السليمة هي اللي تساعد مصاب الربو في العلاج سريعاً. نعم. توجه الطفل إلى الوجبات السريعة هي تزيد عنده حدة الربو. بس ما زال الطفل أو الأهالي أو أي واحد مصاب بيقول لك لا ما لخص، لا أنا باكل برجر بس ما لخص، باكل أشياء فيها دهن وذي ما لخص. هلا إحنا حتى نكون واضحين وصريحين مع هؤلاء المرضى أو مع أهل هؤلاء المرضى، مع أبائهم وأمهاتهم، إذا لاحظوا إنه مثلا اليوم أخذ برجر والعصر صار عنده نوبة، بعد ساعتين ثلاثة صار عنده حسوا في نوبة شديدة من الربو أو ضيق في التنفس أو كذا، حتما مرتبطة بالتغذية، لأنه هالأغذية هي تحتوي أحيانا على مواد قد من البهارات أو الفلفل أو أحيانا المواد الصبغية أو كذا، المشروبات هدول ممكن أن تهيج الربو عندهم. فدور الأهل ودور المريض الواعي مهم جدا لمعرفة أنه في بعض الأغذية بالفعل، وخاصة عند الأطفال، بالذات عند الأطفال عوامل التغذية والربو مرتبطة جدا، فبدأ ينتبهوا الأهل جدا شو الأكلات وخاصة الخارجية اللي عم يعطوها، وبعد من الطفل عم يزداد الوضع تبعه تنفسي سوء، لين يحاولوا يقنعوا الطفل إنه هذا الشيء عم يأذيك. ألف ألف شكر لك دكتور. شرفنا دكتور حسان، ما قصرت، يعطيك العافية والصحة. الله يعافيكم. نشكر احنا أيضا الإخوان في مؤسسات الصحية عندنا في الدولة، ونتمنى ايضا السلامه للكل، واهم شيء الانسان وصحته، يعني انت اللي تهتم في صحتك وانت اللي تهملها، اهم شيء تهتم بروتين حياتك، صح، تاكل صح وتنام صح وتسوي رياضه وتسافر، وان شاء الله تكون بخير وتسافر بعد صح، لان السفر وايد ياثر على النفسيه وياثر ايضا على صحه الانسان. لكن على طاري السفر وانجازات ايضا هالقطار فيها، ناخذ فاصل وبعدها نرجع لها. اليوم راح نتكلم عن طرق الوقاية من الكذب عند الأطفال. طيب قبل ما نتكلم عن طرق الوقاية، لازم نعرف في البداية أصلاً إيش هي الأسباب اللي بتخلي الطفل يكذب أو يلجأ للكذب على والديه أو على المحيط اللي حوله. وطبعاً أحياناً الكذب يظهر في بيئة واحدة غير عن البيئة الثانية، ممكن يظهر في المنزل فقط، ممكن يظهر في المدرسة فقط، وممكن يظهر في البيئتين مع بعض. ففي الحالة دي لازم نعرف الأسباب في البداية عشان نعرف نعالجها ونعرف نتخذ الطرق السليمة عشان نقدر
نعمل وقاية ويكون عندنا آليات وقاية سليمة لعلاج الكذب. أول سبب من الأسباب في الكذب عند الأطفال هو الخوف. دائماً الأطفال بيكونوا خايفين مثلاً من العقاب خاصة، خايفين من الوالدين، بيكون الوالدين صعبين جداً في التعامل معهم. هنا الحل لما نعرف أنه ده السبب، لازم الطفل يشعر بالأمان في البيت، يشعر بأنه الصدق ينجيه. عادة الطفل يتعلم أنه الصدق لا ينجيه، فبالتالي بيخاف أنه يكون صادق، بيحسبها ألف مرة قبل ما يصدق في كلامه. فلازم نعزز عنده الصدق، لازم نعزز عنده أنه لما يكون صادق أنه الصدق فعلا نجاه، بمعنى أنه نحاول نتفادى العقاب إذا الكذبة مش كبيرة، إذا المشكلة ما كبيرة. حتى إذا اضطر الأهل للعقاب، عليهم أنه العقاب يكون على قدر الكذبة، يعني يكون بطريقة يعني سليمة وسلسة ويفكروا فيها ومدروسة، ما يكون العقاب بس من أجل العقاب بس لأنه كذب. بالعكس، نحترم أنه هو كان صادق، نعزز عنده الصدق هنا. وأيضا من الأسباب الثانية اللي تكلمنا عنها في البداية، الخوف من الوالدين وأسلوبهم في التعامل. أحيانا بيكون الوالدين صعبين جدا، في قسوة في التعامل، في ستريكت، في شدة. نحاول أنه يكون في لين، يكون في مسامحة والتسامح في الأسرة. هنا شوية الأبناء يشعروا بالأمان، يشعروا بالمحبة، بيكونوا شاعرين أنه يقدروا يتكلموا بصدق من غير ما أنه يكون في قسوة عليهم أو في شدة في التعامل. السبب الثالث للكذب عند الأطفال هو البيئة المحيطة. بقصد بالبيئة المحيطة هنا أنه أحد الوالدين أو كلاهما لا يفي بالوعود، يعني في نظر الطفل يكذب، إن أبوه أو أمه بيكذبوا عليه، فبالتالي هنا بيكون الطفل يتعلم الكذب غصبا عنه، يعني من البيئة المحيطة. يرى أن غيره بيكذب ما بيتورط في مشكلة، يرى أنه ما في نتيجة للكذب غير أنه ينجو منها، يعني الأهالي ينجو منها الكبار، فبالتالي يتعلم أنه الكذب هو طريقة سليمة لحل المشكلات أو للنجاة من أي مشكلة أخرى. فبالتالي هنا أهم حاجة عندنا أنه الطفل يتعلم من أهله الصدق بالوفاء بالوعود. عندنا أيضا الكذب نوع من الأنواع، الكذب الانتقامي. هنا بيكون بين الإخوة عادة، وسبب الغيرة والتفرقة بين الإخوة في المعاملة. فهنا لازم يكون الأهل حريصين جدا على أنه يكونوا في عدل في المعاملة، ما يكون في تفرقة، ما يكون في تمييز في المعاملة، سواء بين الإخوة جميعا أو بين الولد والبنت، على أساس أنه هنا الأطفال ما يلجوا أنه يلقوا اتهامات على أخوانهم، يألفوا قصص فيها كذب عليهم. النقطة الخامسة هنا أو السبب الخامس، بنشوف أنه بعض طبعا الأطفال حسب الفئة العمرية، دون سن الخامسة عادة بيكون الطفل ما بيقدر يميز بين الخيال والحقيقة. فعلى الأهل هنا لازم يدركوا أنه كل مرحلة عمرية لها خصائصها. فهنا الطفل ما بيقصد الكذب، ولكن هو بطبيعته لأنه ما قادر يميز بين الخيال، لعب الخيال أو الحقيقة، فبتلقاه بيسرد قصص وبيتكلم عن قصص مش في الواقع، يعني غير صحيحة، فيظن الأهل أنه يكذب أو أنه تعود على الكذب، ولكن هو في الحقيقة لا، هو بس دي مرحلة عمرية وبتعدي بإذن الله تعالى. السبب الأخير هنا برضو فقد الأمان بالنسبة للأبناء، بمعنى أنه يكون في مشاكل في الأسرة، مشاكل زوجية بين الأب والأم، الأبناء يشهدوا عليها. طبعا هنا كوسيلة دفاعية للعقل الباطن، بيقوم الطفل يلجأ إلى الكذب أو لسلوكيات أخرى، سلوكيات أخرى كثيرة. فهنا يبدأ الكذب ممكن يتطور إلى أنه يصل مرحلة مرضية لا سمح الله. هنا لازم يكون الأهل واعين جدهم، عندهم وعي وحريصين أنه الأبناء ما يدخلوا في المشاكل اللي بينهم، أو ما يشهدوها أو ما يشوفوها بأعينهم، لأنه نفسيتهم بتتأثر، وبالتالي كوسيلة دفاعية زي ما قلنا بيضطروا يلجوا إلى سلوكيات سيئة ومنها الكذب يعني. طيب، كنوع أخير من هنا النصيحة للجميع، أنه علينا أنه نكون قدوة حسنة لأبنائنا. دي من أهم النقاط، أنه إذا الأب وعد الإبن أن يسوي حاجة لازم يقوم بتأديتها، إذا الأم وعدت كذلك لازم تقوم بتأديتها. تكلمنا في فيديو سابق عن المصداقية، مصداقية الأهل، لازم يحرص الأهل أن يكون عندهم مصداقية، لأنه ده بيأثر على سلوكيات الأبناء. واحدة من النقاط المهمة برضو أنه نحاول نعرف أسباب المشكلة، نحاول نعالج السبب، سبب الكذب عند الأطفال، ومش نلجأ بس للعقاب، بالعكس نحاول نتفادى العقاب بقدر المستطاع حتى يشعر الطفل أنه هو في بيئة آمنة
والده ووالدته بيحبوه وفي جميع الأحوال. فبالتالي هنا مهم جداً للطفل إنه يشعر بالأمان في بيئة وينشأ في بيئة فيها أمان عاطفي وفيها نوع من الوفاء بالوعود ويكون فيها صدق من الوالدين. حياكم الله من جديد، ونسعد أكيد بوجود نقول الشباب الإقطري المنجز في مجاله. ولكن اليوم لما ننتقل من الدوحة لأعلى قمة في أفريقيا وننتقل إلى أحد النجاحات والإنجازات الإقطرية، استطاع شاب قطري الوصول لقمة جبل كلمنجارو، وتسمى هذه القمة بسقف أفريقيا لأنها تطلع على القارة بأكملها. ولكن بنعرف الرحلة ومدى صعوبتها وشون قدر الضيف اليوم انه هو يتجاوز الخمسة ايام الصعبة علشان يوصل هذه القمة. نصبح بالخير على عبد العزيز جاسم الخنجي، حياك الله. الله يحييك اخوي، صبحك بالنور. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، واشكركم على الاستضافة. صحيح هذه القمة تعتبر اعلى قمة في افريقيا ورابع اعلى قمة في العالم. طبعا هي الفكرة جات بشكل عام عن طريق اخوي، طبعا ارحب الله يذكره بالخير اللي هو اخوي محمد بن عبد الله الثاني. اي نعم. عرفت عن طريقه او عن طريق حسابه في الانستغرام اللي هي فكره تسلق الجبال، وبالتحديد اللي هو جبل كلمنجارو. طبعا تواصلت مع الشركه اللي هو مثلا يعني يطلع معاهم حق هذه الرحلات في فتره ما يقارب تقريبا 3 إلى 4 شهور يعني قبل الرحلة هذه. فمن هنا بدأت الرحلة وصارت الحمد لله وصلنا للقمة. بالتأكيد محمد الثاني نموذج يحتذى فيه في مجال تسلق الجبال، وهو أحد الشباب القطري اللي له في مجال تخصصه مثل ما قلت. صحيح. وإنسان رائع فعلا في مجاله. صحيح. رائع على جميع المستويات، لأنه هو سفير الأيادي الخير نحو آسيا. صحيح. خلينا نتكلم عن الرحلة نفسها، لأن أنا عندي وايد أسئلة ومعلومات بحكم أن أنا أحب هذه الرحلات. صحيح. شلون استعديت حق الرحلة؟ والله الاستعداد كان بصراحة على أكمل وجه، يعني بديت بالتمارين الرياضية. طبعا درست الموضوع من ناحية المعدات المطلوبة، مثلا يعني وقت الرحلة وهل الوقت كافي ولا لا. فبصراحة بالنسبة لي يعني الحمد لله من ناحية اللياقة البدنية والصحة اللهم لك الحمد الأمور كلها يعني طيبة، بس لابد أن الواحد يكون متهيئ ومستعد ومجهز نفسه حق مثل هذه الرحلات. يعني ده هذه ما تقدر تروح لها بدون استعداد ولياقة عالية. أكيد. مستحيل. أكيد. فبصراحة كنت أتمرن يعني اللي هو مثلا المشي على المسافات الطويلة وأنا شايل وراي مثلا الأوزان يعني شبه أستخدم المعدات اللي راح أحتاجها وأنا طالع الجبل. الحمد لله. يعني أيضا اللي كانوا معاك، يعني لما نقول اليوم جهد شخصي غير لما يكون هناك دعم والأمور تكون ميسرة لك. صحيح. جهد شخصي واللي كانوا معاك شلون كان التيم؟ صراحة يعني أول شيء هذا توفيق من الله أني أنا يعني أتممت هذه المهمة بنجاح، ولكن الأشخاص اللي معاك لهم دور أساسي صراحة من الناحية المعنوية، لأن أنت أول يوم ممكن ثاني يوم أو ثالث يوم تكون متقبل وتشوف القمة هي يعني تبعد منك مسافة بعيدة، تقول يعني شلون أنا راح أوصل حق هذه القمة عقب 5 أيام. صحيح. بس يصير يعني التشجيع والدافع والتحفيز المعنوي ما بين الفريق كامل. فالحمد لله يعني الأشخاص اللي كانوا معاي اللي هم من دول مجلس التعاون، طبعا أحييهم. أي من أي دولة؟ الله بالخير. أي. هم عندك من دولة الكويت والسعودية والإمارات. حلو. وأنا من قطر. حلو. فكنا نشجع بعض وكل واحد على ما قاله ويصبر الثاني،
الحمد لله كلنا وصلنا لي القمة وردينا. كم خذيت من الوقت عشان توصل للقمة وإحنا نشوف هذه الصور؟ صحيح هو الوقت ما يقارب 5 أيام ولكن على محطات. طبعا الجسم يحتاج وقت ويحتاج يعني إنه يتهيأ على الارتفاعات اللي يكون فيها خلينا نقول ضغط عالي وقلة في الأكسجين. فهذه هي القمة اللي كنا نشوفها من بعيد. فسبحان الله الجسم يتعود ولكن يحتاج وقت. فما يقارب 5 أيام يعني. ما شاء الله. 5 أيام وإحنا طالعين. ليه القمة يعني؟ مريتوا في طقوس يعني الجو تغير عليكم؟ يعني سبحان الله أربع فصول تقريباً تمر عليك. ومطرت عليكم؟ تبتدي صحيح تبتدي من الغابة الممطرة يسمونها الرين فورست. بعدها مثلاً يتغير عليك المكان اللي أنت يعني تمشي مع المسار. فسبحان الله كل ما ترتفع شوي 1000 إلى 2000 متر فوق طبعاً يتغير عليك المكان والمحيط اللي أنت موجود فيه. كأنك مسافر. كأنك مسافر لين ما توصل لين الثلج. الجبل فيه مسار تمشي يعني هو صحيح فيه كذي وتمشي وتطلع ولا تتسلق؟ هو في عدة مسارات ولكن في مراحل تحتاج ان الواحد يستخدم اليد والريل عشان يطلع لها لان تكون على مثلا يعني حواف ولا اماكن ضيقة وما لها يعني مداخل ثانية. ما في خطورة في الموضوع؟ هو في خطورة طبعا طبعاً إنه في خطورة بس الفريق اللي يكون معاك يكون يعني متعاون ومهيئ لك الوضع والمكان إن أنت توصل إن شاء الله بالسلام يعني. حلو نأخذها من ناحية تخصص أو أيضاً أنت خريج كلية رأس لفان للسلامة والطواري صحيح. الجامعة البريطانية أوكلاند صحيح؟ صحيح. هل التخصص اليوم لعب دور في هالموضوع؟ يعني استفدت منه من ناحية ولا لا؟ صراحة التخصص يعني هو تخصص الإدارة اللي هو الإدارة الدولية للسلامة من الحرائق. فيمكن من اسم التخصص تفهم أن التخصص ذي يخص أمور السلامة والطوارئ ومثلاً إدارة أزمات وإلى آخره. فسبحان الله الواحد يتأقلم فتلاقيه يعني هو كطبيعة عمل وحياته الشخصية تلاقيه يركز على أمور السلامة والسيفتي صح. وأنا هناك مثلاً تلاقيني وايد منتبه على مثل ما قلت يعني الخطورة والأمور هذه فممكن يعني طريقة لا إرادية أن أنت تكون محاسب أكثر من اللازم صح. عشان تتفادى يعني المخاطر والمشاكل عندك خبرة من ناحية الدراسة دي صحيح حلو. ما كانت عندك مشكلة مع الأكل؟ يعني مثل هذه الدول شوي صعبة يعني ما أعرف أنا أحس إن الأكل صعب. هو الله يسلمك الطاقم اللي معانا يعني ما شاء الله مجهزين فكانوا في ناس يعني تخصصهم فقط يوفرون اللي هو يعني تنظيم الوجبات أوكي. والأكل شبه إجباري الحمد لله ما صادفنا مشاكل يعني 5 أيام في مخيمات وطيب الأكل كلها والنوم كلها مدة كاملة 7 أيام أي سبع أيام أنت في خيمة واللي تعود انه هو يسكن في فنادق ولا بغى يسافر شوف الرفاهيه تختلف سبحان الله احنا على ما قالوا تعودنا شوي على الرحلات والكشتات وطلعات البحر ف يعني شبه متعودين على مثل هذه يعني الطلعات والرحلات اكيد انها تختلف ان انت يوم انك تركب جبل يوم انك تكون على مستوى الارض بس تتأقلم سبحان الله أول يوم ممكن تواجه بعض المشاكل ثاني يوم اليوم الثالث خلاص سبحان الله يصير كل شيء طبيعي يعني الإنسان يتعود خلاص جسمك يتأقلم مثل صحيح. ما تفضلت وقلت صحيح. رحلاتك صحيح. القادمة وين عبد العزيز؟ صراحة أنا ما كنت متوقع أن يعني راح أتولع وأحب مثل هذه المغامرات والرياضات فالخطة المستقبلية إن شاء الله بإذن الله أن أكمل اللي هم 7 قمم اللي هي أعلى 7 قمم في العالم عندك إيفرست إيفرست اللي هي أعلى قمة في العالم بس حكم التجربة هذه اللي سويتها الأخيرة يفضل أن الواحد يروح بطريقة تدريجية. منها عشان الجسم يتعود وخلنا نقول يعني يقوي نفسه من ناحية اللياقة الأمور إن شاء الله هذه. تروح أيضا أعلى قمة في العالم اللي هي إيفرست تأخذنا أنا وحنان تتعودتي إن شاء الله إحنا
اخذ نفس الخط. انا احب اقعد على الارض، لا توديني فوق. تشوفين الصور وتكفي ها؟ اشوف الصور. المشكله ما عندك ارسال، هاي المشكله. ما في ارسال. اي ادري، انا اشوف 5 ايام انت حتى عيدت على الناس متاخر عقب العيد بخمس ايام. تقريبا بخمس ايام. اقول عيدك مبارك حق الناس عقب 5 ايام. ناخذها على مستوى شخصي، شو اللي ممكن ياثر عليك انت كعبد العزيز على الناحيه النفسيه والشخصيه؟ هل كان مصدر قوه بالنسبه لك ان انت تروح الرحله؟ والله شوف الله يسلمك، هو بصراحة أنت تعرف التحديات أنواع، فهو كان تحدي بيني وبين نفسي أن أنا أجرب هذه التجربة الجديدة وأتحدى نفسي. طبعا في الأول والأخير كلها توافيق من رب العالمين، اللهم لك الحمد. فقلت خلنا أجرب، يمكن تعرف أن أنا مهتم أكثر بالرياضات، خلينا نقول المائية. يعني مائية صحيح، غالبا هاي أكثر رياضاتي يعني هي الرياضات المائية. فهالمرة قررت أني أغير وأسوي تحدي جديد بيني وبين نفسي، الحمد لله توفقت فيه. الحمد لله. وإن شاء الله طبعاً القادم أفضل. إن شاء الله المقابلة الجاية تكون حق اللي هي أعلى قمة في العالم. إن شاء الله بإذن الله. الله يوفقك عبد العزيز الخنجي، ألف ألف شكر لك، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله وتحقق كل أهدافك. آمين يا رب العالمين، وياكم يا رب. شكراً. شكراً لك. إحنا قبل أن نختم أيضاً نقول العبرة دائماً بالإنسان نفسه، مو بالعبرة بالمكان اللي تروح له. عقل بالتأكيد. الإنسان شو اللي تغير فيه؟ هذا بالتأكيد. نلتقي معاكم بكرة إن شاء الله، بكرة الخميس الونيس، لا تنسوا. نشوفكم على خير. أمان الله.